مزارع نخيل الفوف البصرة تعود إلى الحياة بعد عقود من انتهاء الحرب العراقية الإيرانية التي تسببت في تدمير بساتين النخيل آنذاك وأجبرت عديدا من المزارعين على التخلي عن أراضيهم. هنا أبو حسين البصري الذي أمضى سنوات عمره في العمل على معالجة مزارع النخيل استطاع أن يحقق حلمه لأول مرة بإنتاج التمر منذ تلك الحقبة. والله أول إنتاج يعني إحنا من شفنا النخلة تونسنا، مو بس أنا، العائلة تونسوا، ربعي أصدقائي يجون هنا شافوا النخل ظل يحمل بثمار زين، الولد ظلوا يجون، كانوا مالهم ماس بالقاع، الولد ما يجون للقاع كانوا، بس من طبوا للقاع شافوا النخل محمل وشافوا الزريع شافوا الجسمة ارتاحوا، كلهم ارتاحوا. يعاني أبو حسين من مشكلة الملوحة في أرضه بسبب ارتفاع ماء البحر وقلة مياه الشرب، فيما يعزو متخصصون أسباب انخفاض عدد النخيل في الفاو إلى ارتفاع الملوحة بسبب نقص ضخ الماء من أنهار دجلة والفرات والكارون القريب من المنطقة، فضلا عن تدمر المزارع خلال الحرب. كثير من الأراضي جرفت، يعني الجهد العسكري جرفها وأصبحت يعني صعوبة إعادتها وتعميرها، وبالإضافة إلى انغمرت بالماء المالح، عندنا المد الملحي تغلب على المد الماء العذب الحلو، ماكو إطلاقات مائية حلوة من الدجلة والفرات والكارون، فتغلب المد الملحي. وحيث يلتقي الفرات ودجلة في الجنوب اشتهرت الفاو قبل عقود بمساحات من أشجار النخيل والحناء التي ساهمت في جعل العراق أحد أكبر منتجي التمر في العالم، ما يستدعي التركيز في إعادة إحيائها ودعم المزارعين لفتح أبواب جديدة لرفض الاقتصاد المحلي.